لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، أهلا بكم في المحاضرة 11 من كورس إنجليزي. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقي الانفيرجن. أخدنا إن شاء الله المرة اللي فاتت أخدنا البارتشال انفيرجن، النهاردة هناخد الفول انفيرجن. الفول انفيرجن زي ما قلنا عن الانفيرجن هو تحويل السبجكت مكان الفعل المساعد أو الاكزيلوري فيرب. نفس الكلام النهاردة الفول انفيرجن زي كده. فالفول انفيرجن in this type of inversion في كلمات ناقصة لما رفعت الفايل. In this type of the inversion, ماشي؟ The subject in the verb of sentence. السلايد مش باينة؟ عند الكل السلايد مش باينة؟ أشوف المشكلة ديت، ماشي. طيب السلايد اللي هو التايتل كده ظهرت. تمام. طب بالنسبة للفول انفيرجن من الزهرة، في زهرة يعني الفول انفيرجن. تمام. الصوت ولا هي جمال كده عن الكل. تمام. فول انفيرجن التحويل الكامل، تحويل كامل لتركيب الجملة. هنا بقى بجيب الفعل، ماشي، قبل الفعل بجيب الفعل، يعني ايه؟ بخلي فعل وبعد كده فعل. احنا عارفين تركيب الجملة في الإنجليزية بتبدأ بفعل، فعل مفعول. لا بقى النهاردة آخر جملة امبارح، ثانية واحدة كده، she had no friends. هي ديت؟ ايه بقى المشكلة فيها؟ في الانفيرجن بتاعها، ماشي. هنا بيقول لي she had no friends، ديت في محاضرة امبارح. she had no friends، هي ما عندهاش أصدقاء. and didn't know anyone who could help her، ولا تعرف أي أحد يساعدها. يعني هنا الجملة عندي منفية ب didn't. تمام؟ منفية ب didn't. فلما اجي اعمل انفيرجن بستخدم نور، اعمل انفيرجن بنور. نور معناها نفي، نور بيبقى معناها ايه؟ النفي. فببدا بنور وبخلي الفعل المساعد مثبت، بخلي الفعل المساعد مثبت لان دي اصلا تعتبر اداه نفي. نيجاتيف. نور ديد شي نو، نور ديد شي نو. مين شي بقى ديت؟ انا اعتبر بديل جملة جديدة لان هنا ده ايه؟ هنا هعمل انفيرجن. شي اللي هي ايه؟ الفاعل اهو. شي اللي هي الفاعل. فلما بعمل انفيرجن المفروض تبقى ايه؟ she didn't know anyone who could help her. ده لو هنخليها جملة هتبقى ايه؟ she didn't know. اصل الجملة ايه؟ she didn't know anyone who could help her. متعرفش اي حد يقدر ايه؟ يساعدها. فلما بعمل انفيرجن بجيب ايه؟ نور. نور لما بتبقى في البداية، نور لما بتبقى في البداية اللي بيحصل في الجملة بيتعمل لها انفيرجن، تحويل. فببدأ بفعل مساعد، الفعل المساعد كان موجود didn't، فبخليه did. ليه بقى؟ لأن عندي نور ديت نفي، ما ينفعش يبقوا اتنين نفي ورا بعض. يبقى هبدأ بنور dead، نور dead، هيبقى نفس المعنى ليها نفي. نور دي نفي، dead ده فعل مساعد. نور dead she know، نور dead she know anyone who could help her.
نيجاتيف بتساوي ايه؟ نور وفعل مساعد في الافيرماتيف او انفينيتيف. فعل مثبت وبجد بيجي بعدها ايه؟ الفعل في المصدر. اوكي كده تمام. في اي مشكلة استاذة هبة؟ ربنا يبارك فيك. نشوف ايه الفول فيرجن. احنا لسه هنبدأ استاذة منار، لسه هنبدأ فول انفيرجن، التحويل الكامل. and this type of inversion، وفي كلمة ناقصة هنا بعد of اللي هي inversion. in this type of inversion، في النوع ده من التحويل اللي هو الفول انفيرجن، التحويل الكامل. the subject and the verb، فاعل والفعل of the sentences، فعل وفعل الجملة. change position، بيتغير مكانهم، بغير مكان الفاعل والفعل. يبقى الانفيرجن كله زي ما قلت تحويل فاعل مكان فعل، والفعل بيجي مكان ايه؟ الفعل. بعمل عكس. In other words، بمعنى تاني، the verb is put، الفعل بيتحط او يوضع before the subject، قبل الفعل. يبقى الفعل بيجي قبل ايه؟ الفعل، وبيبقى نفس معنى، هو نفس معنى الجملة. وفي بقى حاجات بتيجي بتخليني اعمل انفيرجن، حاجات بنبدأ بيها بتخليني اعمل انفيرجن. اول حاجة فول انفيرجن، التحويل الكامل. after place adverbials، بعد ظروف المكان. عندي ظروف مكان يجي في بداية الجملة، بعمل بعدها inversion، او الجملة تبقى في حالة inversion، تحويل. استاذ مش عايز يظهر، ما اعرفش والله المشكلة ديت. الدعم الفني ده ممكن يساعدك. inversion after place adverbial، بعد ظروف المكان. تمام. طب هي مشكلة السلايد عند الجميع، عندنا كلنا ولا السلايد ظاهر؟ السلايد ظاهر، لعب المشكلة عندكم بس. خلاص اوكي، ممكن تخرجي من الصفحة تدخلي كمان مرة كمان. يبقى ايه؟ after place، after place adverbials، بعد ظروف المكان. تمام. بيقول لي ايه بقى؟ when adverbs، دي كلمة adverbs، في حاجات مش ظاهرة في السلايد عندنا كمان. when adverbs or adverbial expressions ديت، لما الظرف او تعبير الظرف of place للمكان are placed at the beginning of the sentence، لما ابدا به الجمله، we use fall inversion، بنستخدم بقى ايه؟ fall inversion. يبقى لما ابدا الجمله بظرف المكان او عباره ظرفيه، لازم بقى يجي لو ابدا بيها الجمله لازم بقى اعمل fall inversion في الجمله. تمام. this is a rhetorical device used in description and narrative. تمام. حاجة كده rhetorical بستخدمها فين؟ في description and narrative، بستخدمها في الوصف، ولما اجي برصد. تمام. برصد ايه؟ او بتكلم عن حدث مثري. زي مثلا ايه؟ down the hill، down the hill، اسفل التل. rolled the children، rolled the children، تحت التل زي ما بنقول ايه؟ rolled the children، او played the children، played the children. rolled يعني زي ما بنقول ايه؟ بيدحرجوا، بيدحرجوا الاطفال. اصل الجمله ده اصلا ايه؟ rolled down the hill، او بيتشقلبوا تحت. هنا بقى برد ايه؟ ايوه بالظبط كده، بعمل inversion لان بديت ايه؟ جمله بظرف مكان، down the hill تحت التل. مثلا هنقول ايه؟ played the children، بيلعبوا الاطفال. هي اصل الجمله ايه؟ the children played down the hill.
يبقى لما ابدا الجمله بظرف مكان بعمل انفيرجن للفعل والفعل. round the corner, round the corner was a nice cafe, او على الناصيه حوالين الناصيه كده was a nice cafe, كان فيه ايه مقهى لطيف. هي اساس الجمله ايه؟ a nice cafe was around the corner. بس لما بديت بقى بالجمله الظرفيه عملت ايه؟ inversion, اتحولت تحويل تام او كامل. here comes the rain again, here comes the rain again, هنا جاءت المطر مرة أخرى أو أمطرت المطر مرة أخرى. أصل الجملة إيه؟ the rain, هنا الفعل the rain comes here again, the rain comes here again بالظبط كده, the rain comes here again, المطرة بتيجي هنا إيه مرة كمان. ده في حالة لو كان إيه الفاعل اسم, الفاعل إيه بيكون اسم إيه مثلا children, كافيه, rain, ده اسم عادي. أبقى لو كان الفعل personal pronoun, if the subject is a personal pronoun, no inversion is used. ما بعملش inversion. ما بعملش inversion لو كان الفعل ضمير. he, she, it, we, you, they. مثال, okay. again, okay. لو كان الفاعل ضمير he أو she أو it, ما بعملش inversion. بجيب الظرف في الأول وبعد كده فعل وفعل. ما ينفعش أعمل inversion لضمير. تمام؟ يعني هنا عملنا inversion لأن الفاعل إيه؟ the rain مثلا اسم. هنا عملنا the children الأطفال. لكن لما يبقى he أو she أو it أو we أو they أي ضمير ما بعملش inversion. زي مثلا إيه؟ there she is go, there she is go. لو اسم بقى هكان هيبقى الفعل هنا. يعني مثلا لو كان مكان شينا بحط الظرف وبكمل الجملة بالظبط كده. يعني بجيب بس الظرف في البداية, الادفيرب بجيبه في البداية والجملة بتمشي زي ما هي. يعني مثلا لو كان هنا احمد او سهى مثلا مكان شي كاتبها ايه؟ سهى, there goes سهى, لكن هنا ضمير شي يبقى مكانه. ما ينفعش اقول there goes she, لا ما ينفعش. لو ضمير لازم ايه الضمير بيبقى مكانه there she goes. اما بقى لو كان اسم هنا مثلا she دي مكانها سهى, كنت هقول ايه there goes سهى. تمام؟ طيب اصل الجملة دي ايه؟ she goes there, she goes there. وايت بورد؟ اوكي ماشي. مثال اللي دي ودي. عندي مثال لو كان فعل زي ما قلنا the children, فعل children, عايز اعمل له inversion. مثلا ايه؟ the children come here, الاطفال ياتون الى ايه؟ هنا. دي الجملة العادية. مين الفعل بتاعها؟ مين الفعل بتاعها؟ التحويل الجزئي ماشي, لكن تحويل كلي؟ تحويل كلي ما ينفعش. الأطفال, the children. عايز أعمل inversion تبقى إيه؟ here come the children. كده عملنا لها إيه؟ بالظبط كده. طيب لو مكان children ده مثلا قلنا احمد, سوري he comes here, استخدمنا ضمير هنا. ما ينفعش بقى اغير he مكان comes و comes مكان he.
تبقى here he comes. Here he comes. لما بعمل inversion بجيب ظرف المكان أو ال place adverbial وبجيب بقى الجملة العادية he comes. Here he comes. Here he comes. ده بالنسبة لل inversion بعد ال add. اوكي كده في أي مشكلة في الجزئية ديت؟ تمام. Here it is. Here it is. أصلا إيه؟ It is here. It is here. أصل الجملة. There you are. هي أصلا إيه؟ You are there. You are there. You are there. You are. You are there. لما بعمل inversion بجيب ظرف المكان في الأول. There you are. انا ممكن احنا بنقول الانفيرجن ده بنستخدمه فين يا جماعه؟ انا ممكن تقابلني حاجات زي كده في ترجمه مثلا، لو ما كنتش اعرف هتلخبط، لو ما عرفتش الانفيرجن هتلخبط. ممكن يقابلني في جمله ترجمه، جمله مكتوبه في كتاب، ما تبقاش غريبه علينا، نبقى عارفينها. تمام. انا عارف ان الموضوع صعب وغريب شويه، بس ايه لازم نعرفه. ممكن يقابلني في جملة ادور الف بقى حوالين نفسي، ايه ده انا مش متعود على الشكل ده، ومش طبعا مش هنعرف طبعا نترجمه. تمام. الموضوع هتلاقوه نادر جدا انه ايه يبقى معروف. تمام. لذلك لما بتقابل حد جملة فيها انفيرجن بيحتار، بتترجم غلط، بتتفهم غلط، ممكن يقول الجملة مكتوبة غلط. لا هي مش مكتوبة غلط، ما انت ما تعرفيش اصلها كان ايه. طيب ما انت مش عارفه الموضوع من البدايه، مش عارفه ان في انفيرجن، انت مش عارفه ان الجمل ممكن تتحول، فهترجعها ازاي؟ بتكون غريبه جدا. فانا لو عرفت ان هي متحوله ممكن ارجعها لشكلها بكده تبقى واضحه، او ممكن اترجمها لان انا عارف يعني ايه انفيرجن، فانا هترجمها عادي جدا على اصلها. ادي ايه موضوع الانفيرجن واهميته. نشوف السلايد تاني. في حاجة بقى احنا عرفنا كده بعد الادفيربال او البليس ادفيرب ظروف المكان، نيجي بقى الفورين فيرجن ان دايركت سبيتش، التحويل بقى في الكلام المباشر. With verbs of reporting، مع أفعال اللي هي إيه الإبلاغ أو الأفعال اللي بنبلغ بيها. إيه بقى الـ direct speech؟ الكلام المباشر اللي هو بيبقى بين علامتين تنصيص quotation، كلام المنقول. اللي فات كان غير مباشر، كان غير مباشر، الجمل العادية. هنا بقى نشوف الكلام المباشر ماشي مع الفول انفيرجن، ازاي بيحصل فول انفيرجن في الكلام غير المباشر. هي سهله جدا، ما نقول لشخص معين. هنلاقي العمليه سهله جدا وبسيطه هنا بالنسبه للفول انفيرجن في الدايركت سبيتش. بص بقى معايا، if the quotation proceeds the reporting، لو ال quotation اللي هو الكلام اللي بيتقال ماشي قبل فعل القول اللي هو بنقول فلان قال او فلان سأل، تمام، we can use fall and place the verb in front of the subject. هو في كلمة subject هنا مش موجودة، زي مثلا ايه I couldn't be happier at the moment. أنا مش سعيد في هذه اللحظة. Said Johnny. Said Johnny. هنا قلنا said Johnny. هي المفروض إيه؟ Johnny said. Johnny قال I couldn't be happier at the moment. هنا عملنا inversion. يبقى لما تبقى الجملة
او الكلام اللي اتقال قبل الفعل بتاع القول او قبل الشخص اللي قال بنعمل inversion. said Johnny المفروض هي ايه؟ Johnny said وبقول الكلام اللي قاله. Johnny قال وراح قال الكلام ايه اللي قاله. تمام. note نلاحظ بقى حاجة as the following is also possible. برضه ممكن نقول ايه I couldn't be happier at the moment Johnny said. Johnny قال من غير ما اعمل inversion. من غير ما اعمل ايه inversion للفاعل والفعل بس بجيب مين الحاجة اللي اتقالت في الاول. الحاجة اللي اتقالت ايه في الاول ده بالنسبة للكلام المباشر. تاني اوكي لما بكون عايز اقول فلان انا مثلا قلت ايه مثال انا رحت المدرسة النهاردة ماشي ممكن اقول بقى ايه سيد مستر كمال I went to school today. I went to school today. انا ذهبت الى المدرسة ايه اليوم. ممكن اقول سيد مستر كمال او ممكن اقول مستر كمال سيد. اشرحها على الوايت بورد. انا عارف ان الكلام المباشر بيكون بين علامتين تنصيص. بقول مثلا ايه I went to school مثلا yesterday. انا رحت المدرسة امبارح. I went to school yesterday. ممكن اقول بقى ايه فلان قال او قال فلان. ممكن اقول ايه احمد سيد. احمد ايه سيد. ممكن اقول نفس الكلام ده نفس الجملة دي اهو كده بدل بقى ما اقول احمد سيد اقول ايه سيد احمد. تمام تمام استاذة هبة. سيد احمد او احمد سيد. ده بالنسبة للانفيرجن في المباشر وغير المباشر. هنا اخدنا ايه المباشر. اوكي كده بارك الله فيكم. طيب if the subject لو الفاعل بقى في شرط تاني بقى يبقى ممكن اقول كده وكده said فلان او فلان said وبقول الكلام اللي ايه اللي اتقال. If the subject is long لو بقى ايه الفعل is long طويل inversion is usually used. لازم يبقى فيه ايه inversion لو الفعل طويل. يعني ايه فعل طويل؟ هنشوف دلوقتي جملة. يبقى في حالة الفعل الطويل لازم اعمل inversion. زي مثلا جملة زي كده what is the time ده جملة في صيغة استفهام كلام مباشر في صيغة ايه استفهام. ask it the man in the black jacket سأل الراجل اللي لابس جاكيت اسود. فعل طويل اهو الراجل اللي لابس جاكيت اسود. تمام لازم بقى يبقى فيه ايه inversion. لازم يبقى فيه inversion هنا. The man in the black jacket asked it. لان احنا ايه فعلا مش هنفهم لما ايه نعمل inversion. سأل الراجل اللي لابس جاكيت اسود. But في حاجة تاني بقى. But if the subject is a personal pronoun الفعل بقى ضمير مش اسم شخص ولا اسم عادي. ضمير هي او شي او ات. No inversion is used. ما بنستخدمش بقى ايه الانفيرجن. تبقى الجملة زي ما هي. ما ينفعش اعمل انفيرجن لضمير يا جماعة. ما ينفعش اعمل فول انفيرجن لضمير. ما ينفعش اقول ايه زي جملة زي كده. What's the time? What's the time? كام الوقت؟ الساعة كام يعني؟ هي اسكت. لازم اقول هي اسكت. ما ينفعش اقول اسكت هي. لان ده ضمير ما عملوش انفيرجن. الضمير ما بيتعملوش ايه؟ inversion. تمام
يتعمل له انفيرجن امتى؟ في حالة ايه؟ البارتيال الجزئي، لما قلنا ايه في هاردلي، فاكرين هاردلي وين وسكيرسلي وين في المحاورة اللي فاتت؟ بقول هاردلي هاردلي هاد هي هاد هي، ده اسمه التحويل الجزئي. تحويل What is the time he asked it؟ كم الوقت هو سأل؟ ما ينفعش اقول asked he، تمام؟ يبقى لما يبقى الفاعل اسم شخص او اسم ايه عادي مش ضمير، في الكلام الغير المباشر الكلام المباشر ممكن اعمل inversion بتبقى said واقول اسم الشخص، او ممكن ارجعها من غير inversion تبقى صح برضو بقول اسم الشخص اللي هو الفاعل كده الفاعل، تمام؟ حتى لو فيها ظرف ما بعملش inversion لفول inversion لضمير، ما بعملش ابدا فول inversion لضمير، تمام؟ ان شاء الله هنرفع، انا هبعت السلايد، ماشي؟ موضوع السلايد ده، موضوع السلايد انا هبعته، اتحط في الماتيريالز الخاصه بالكورس. يبقى بعمل ايه؟ ممكن اعمل انفيرجن لو كان الفاعل اسم، وممكن اخليه زي ما هو مع الدايركت سبيتش. اما بقى لو كان الفاعل طويل لازم اعمل انفيرجن، لازم يبقى فيه انفيرجن. اما لو الفاعل كان ضمير personal pronoun ما بعملش انفيرجن، بمشي بترتيب الجملة عادي جدا، تمام يا جماعة؟ نرجع بقى لايه؟ ال partial inversion. هنشرح ال partial inversion، التحويل الجزئي هنرجع له تاني اهو. برضه بيحصل ايه؟ in this type of inversion، في النوع ده من التحويلات، the subject and the verb، the subject and the verb. معلش هو في كلام ناقص، type of inversion the subject، هنا the subject and the verb، subject and the verb change position، بيتغير ايه مكانهم. this happens when certain words are preceded by، في كلمات لما بتبقى ايه certain words are emphasized by being placed، تبقى مأكد عليها ان هي ايه emphasized، هي اصلا الكلمة emphasized، emphasized by being placed at the beginning of the sentence، لما اكون مؤكد عليها وبكون بادئ بها الجملة كتأكيد، يعني في كلمة معينة بتيجي في اول الجملة عشان التأكيد، تمام؟ بيحصل ايه؟ inversion جزئي، partial inversion. In case of present and past symbol، في حالة ايه؟ ال present symbol وال past symbol، المضارع البسيط والماضي البسيط، the auxiliary verb do and did are put before the subject، بحطهم قبل الفاعل، تمام؟ يبقى لما احب اؤكد ده بالنسبة لل partial inversion بجيب كلمة في المضارع البسيط والماضي البسيط بستخدم do و did are put before the subject، بحطهم قبل الفاعل. and the معلش في حاجات the verb is used its simple infinitive form، يعني بجيب الفعل وبخليه في المصدر. the word ordered with partial inversion is the same as in questions، وبيبقى شكلها زي السؤال بالظبط. or rather we should say that in questions partial inversion is used، بمعنى بقى بالعامية كده ان انا لما بحب اعمل تأكيد لجملة في المضارع البسيط وفي الماضي البسيط بستخدم do و did قبل الفاعل، do او did قبل ايه الفعل، بيبقى شكل الجملة زي السؤال بس هي مش سؤال، بيبقى شكلها زي السؤال بس هي مش سؤال.
يعني هنا دو وديد او داز بستخدمهم كايه كتأكيد، بيبقى شكل الجملة زي السؤال بس هي مش سؤال. طيب ممكن نشوف مثال، هو مش موجود امثلة هنا، انا هكتب مثال هيبقى شكلها غريب شوية. يعني مثلا لما اقول ايه سمير played tennis yesterday، عايز اعمل بقى inversion، عايز اعمل inversion، هبدأ بمين؟ ممكن أبدأ ب yesterday، yesterday لازم بقى أعمل inversion للظرف yesterday، وأجيب بقى هنا ماضي بسيط يبقى أجيب did، وبعد كده الفعل اللي هو مين؟ سمير yesterday did سمير تنس. play tennis. تمام كده يا جماعة، هتحسوا ان شكلها زي السؤال بس هي مش سؤال، هي جملة معمول لها inversion شكلها غريب. تمام، في مشكلة كده في الجزئية في البارتشال، عملت تحويل جزئي بس، يا دوب جبت فعل مساعد بس ما غيرتش في الفعل، والفعل اسمه جزئي بالظبط كده، ما ببدأش بالظرف في السؤال. اتفضلي يا استاذه مرة. اتفضلي، السؤال هو فعلا ما ببدأش بظرف. ايوه لتأكيد بقى، partial inversion للتأكيد، partial inversion للتأكيد، بجيب الظرف بعد كده فعل مساعد بعد كده الفعل والفعل، الفعل والفعل اهو، انا ما غيرتش الفعل مكان الفعل بس عملت ايه تبديل للظرف وجبت فعل مساعد برضه كده inversion، اسمه الانفيرجن للظرف. طب نقول جملة كمان، نقول جملة ايه كمان، ده بالنسبة للمضارع البسيط، البسيط المال البسيط بيجيب ديد مش. طب انا اشوف مثال في المضارع البسيط، ممكن اقول ايه هالة always هالة always goes، هلا always goes to the market، هلا دايما بتروح السوق، هتبقى ازاي بقى؟ هبدأ بمين؟ بالظرف، هبدأ بالظرف عشان اعمل inversion لازم ابدأ بايه؟ بالظرف، هتبقى ازاي؟ always always ايه؟ does، لان هلا ايه؟ مفرد او الفعل هنا goes، always does هلا go to the market. تمام كده يا جماعة، بجيب المصدر، هتبقى بنفس الترجمة في الجملة الأصلية، أنا دائما تذهب إلى السوق. شفتوا بقى، لو ما كناش نعرف الانفيرجن ما كنتش هعرف أترجم جملة شفتها زي كده، تبقى هي هي نفس الجملة اللي فوق. يعني يا جماعة دي اللي معمولة تحويل، هي دي بالظبط، دي هي دي ودي هي دي، بس الفرق في التركيب، ان هي قواعد تركيبية غريبة شوية في الجملة، احنا لو ما فهمناهاش فعلا ماشية ازاي او اصلها ايه او ايه اللي حصل في الجملة عشان تبقى كده، مش هنعرف نترجمها.
كناش هنعرف نترجمها. تمام. طيب نشوف مثال كمان. لو مثلا رانيا مثلا will رانيا will travel tomorrow، عايز اعمل لها inversion. بأكد، يبقى معناها تأكيد، هتبقى tomorrow will رانيا travel. بالظبط كده، هتبقى tomorrow will رانيا travel، تأكيد بقى، رانيا أكيد هتسافر بكرة، بيبقى معناها كده tomorrow will رانيا ترافل. انا باكد يا رانيا اكيد هتسافر بكره، على نفس الامثله، لان هي هنا فعل مساعد، لان كل الازمنه لها فعل مساعد ما عدا المضارع البسيط والماضي البسيط. انا هنا فيه ويل والمصدر، ويل دي تعتبر فعل مساعد، ويل دي فعل مساعد في الجمله، اما المضارع البسيط مفيش فعل مساعد ولا الماضي البسيط فيه فعل مساعد، فبستخدم دو او داز. في الماضي البسيط بستخدم ديد، في المضارع البسيط دو او داز. اوكي، يبقى الازمنه اللي ملهاش فعل مساعد اللي هي مضارع بسيط ماضي بسيط بريزنت سيمبل باست سيمبل، اما باقي الازمنه لها فعل ايه مساعد. عند المستقبل ويل، المضارع التام هاف او هاز. اوكي، ماضي بسيط، ماضي مستمر واز او وير، الماضي البسيط ملوش فعل مساعد في الجمله فبجيب الفعل المساعد ديد، المضارع البسيط بستخدم الفعل المساعد دو او داز. تمام. inversion after so adverb or adjective and such اللي انا ايه شرحته قبل كده، انا شرحته المحاضره اللي فاتت، اللي احنا ايه اللي هي so that جدا لدرجه ان. هنشوف كده مثال. when في حاجات ممسوحة. when adjective and adverbial phrases لما تبقى فيه صفة وجملة ظرفية starting with بتبدأ ب so and such are moved to the beginning of the sentences، لما يعني أبدأ الجملة ب so أو ب such. تمام. for emphatic للتأكيد. partial inversion is used. partial inversion is used. تمام؟ لما ببدأ بقى جملة ب so أو ب such بيجي بعديهم الصفة أو الظرف. صفة أو إيه؟ أو الظرف. بعمل inversion بعديها. بعمل inversion بعديها. اللي هي so that جدا لدرجة أن. هنشوف جملة كمان. طيب زي مثلا so quickly did he run. so quickly هبقى بدي so بعد كده ظرف. so quickly did he run. so quickly did he run that the others couldn't، لدرجة ان مفيش حد قدر إيه يلحقه. اصل الجملة دي ايه؟ he ran so quickly that، he ran هو جرى so quickly that بسرعة جدا لدرجة ان other couldn't catch up with him. طيب انا هشرح مثال على الوايت بورد هيكون افضل. مثال كده مثلا اقول ايه بالنسبة للظرف. هشرح الظرف الاول. ايه مثلا he got up so early that he didn't find anyone awoke.
هو صحي بدري جدا لدرجة انه ملقيش حد مستيقظ. تمام؟ He got up so early that. ماشي؟ لدرجة ان ايه؟ He didn't find anyone awoken. عايز بقى اعمل لها inversion. هبدأ بمين؟ ب so. هتبقى بالظبط كده so early. So early. اجيب بقى فعل مساعد. هنا الفعل ماضي بسيط. So early did he. So early did he get up. هرجع الفعل للمصدر عشان did. برجع الفعل ايه؟ للمصدر. So early did he get up. والجملة التانية تفضل زي ما هي. That he didn't find anyone or any broken any awoken. That he didn't find any awoken. شفت بقى؟ شقلب كيان الجملة ودي زي دي. الجملة دي هي نفسها في المعنى دي. اوكي؟ طب نشوف صفة كده. هنا الظرف لما اقول مثلا ايه؟ ذا تي او تي تي از سو هوت ذات يعني كده خلاص الانفيرجن بقى تمام. The tea is so hot that I couldn't or I can't drink it. هتبقى ازاي؟ هتبقى ايه؟ so hot so hot. هتبقى ايه؟ انا شايف ناس بتشارك اهو. so hot برضو في مشكلة عندي في السلايد مش عارف ايه الحكاية كده. الوايت بورد هنا يا جماعة مش هنجيب فعل اي فعل مساعدة لان انا عندي از فعل مساعد. انا از هنا يعتبر فعل ايه؟ مساعد. هتبقى ايه؟ so hot is tea. بالظبط بالظبط. so hot is tea that. وبكمل ايه؟ I can't drink it. I can't drink it. تمام؟ الفعل اللي هو is. الفعل هو is والفعل المساعد برضه is. ما هو is بيمشي فعل مساعد وفعل اساسي. كده في اي مشكلة مع so؟ such برضه زيها. such زيها بالظبط. such هي هي نفس التركيبة ونفس المعنى. بمعناها جدا لدرجة ان. تمام؟ او شوف الجملة so strong was the wind that we couldn't open the window. هي أصل الجملة إيه؟ the wind was so strong that. شفت بدينا بصفة بدينا بإيه؟ بسو والصفة. أصل الجملة إيه؟ the wind was so strong that. الرياح كانت قوية جدا لدرجة أننا so strong was the wind that we could open the window. We couldn't open the window. سلايد من الظاهر برضو. طب ثانية واحدة كده ظاهر السلايد يا جماعة. تمام. ممكن استخدم such. انا قلت ايه؟ اعملي ريفريش. طيب اوكي في الجملة التانية بقى اللي هي so ممكن استخدم مكانها such اهو. sentence above
can be rephrased using such. ممكن اعيد كتابتها بمين؟ بsuch. In this case such means so. ماشي، بتساوي كلمة ايه؟ so. تبقى such the wind. such was the wind. لا هي such strong، في كلمة ناقصة. such strong. الأستاذ مش عارف، حاجات ناقصة كده. تبقى such ايه؟ strong was the wind that we couldn't open the window. تمام؟ اللي هي أصل الجملة ايه؟ the wind the wind's force أو the wind was strong أو قوية جدا such that we couldn't open the window. ممكن استخدم مكان ايه؟ مكان سو، بستخدم such عادي. سو بتساوي ايه؟ such. في partial inversion. partial inversion. طب يا جماعة ممكن حد يزود الغرفة؟ أنا بس تمام كده زادت. شكرا. تمام، وأنا معاكم للصبح إن شاء الله، بس أنتوا استحملوا. partial inversion after negative adverbs. التحويل الجزئي بعد إيه؟ ظروف النفي. إيه هي ظروف النفي ديت؟ هناخدها دلوقتي. ربنا يخليكم. تحت أمركم. partial inversion is used after negative adverbs. نستخدمه بعد إيه؟ ظروف النفي. when they are placed at the beginning of the sentence. يبقى لما أجيب ظروف النفي اللي في بداية الجملة، هو الظرف اللي مبدأ به الجملة، بعمل inversion في بعض الظروف، زي مثلا hardly، scarcely، barely، sauna. تمام؟ كل دي بتديني معنى النفي. hardly بالكاد او بتديني معنى لا او بالعافيه زي ما بنقول. scarcely نادرا. barely نادرا ما. نصونا لم يكد. كلها بتدي معنى ايه؟ النفي. لما ابدا بيها الجمله يا جماعه، تمام؟ لازم اعمل inversion. طيب when telling a story in the past time، لما بنكون بنحكي قصة في الماضي. if an event quickly followed by another، لو في حدث بقى تم بسرعة ورا التاني. the adverbs below، كل الظروف اللي هنقولها تحت ديت are used with partial inversion، بنستخدمها في ال partial inversion. يبقى لما اجي اتكلم بقى عن حكاية في الماضي، قصة في الماضي، ده معناه نفي. قلما لم يكد نادرا ما. نفي ما. ما النفي ليه؟ ما اللي هي النافية في اللغة العربية، مش في ماء النافية في اللغة العربية زيها بتترجم كده. هي بتديني معنى النفي في الانجليش. لما نكون بقى بنتكلم في قصة وأحداثها بسرعة وتمت ورا بعضها، بنستخدم بقى الأدفيربال ديت. الأدفيربالز are used with partial inversion. بقى مع مين لازم أستخدم معاها؟ تحويل جزئي. to refer to the earlier events، عشان أتكلم بقى على الأحداث وتتابعها. in the inverted clause، في الجملة إيه؟ المتحولة. usually past perfect، بتبقى في الماضي التام. يعني اللي بيجي بعد الجمل ديت او الكلمات ديت بيبقى ماضي تام. with no sooner than. no sooner than بالظبط زي unless. صح كده يا استاذه سندريلا. تمام. unless ديت معناها ايه؟ اذا لم. اذا لم اهي نفي. كلمه بتديني معنى النفي بالظبط كده. هنا بقى حاجات حصلت ورا بعضها بسرعه. يعني زي ما بقول ايه، انا هترجم الجملة دلوقتي وحضرتك هتفهمي.
هترجم لي الجملة دلوقتي وهتفهم ازاي نفي. تمام؟ لما بقول ايه، لسه ما خلصتش، او لسه يا دوب مخلص الواجب ماشي والتليفون رن، بقول لا يا دوب لسه اهو مخلص التليفون ايه رن، لم اكد حتى هي من الواجب والتليفون ايه رن، يا دوب ما خلصتش في اللغه العربيه، بقول يا دوب ما خلصتش الواجب والتليفون رن، حاجه تمت في الاول وقبل ما تخلص في حاجه تمت بعديها بسرعه، حاجات تمت ورا بعضها بسرعه، حاجه دخلت في الثانيه، وضحت كده؟ هنشوف مثال، هنشوف مثال افضل. however we can also use past simple، ممكن استخدم برضو بقى ماضي بسيط، ممكن استخدم ماضي بسيط، يعني انا هنا قلت ماضي تام، ممكن استخدم ماضي ايه بسيط. طب نشوف جملة كده، hardly، بليت بهاردلي، hardly have I arrived home، لم اكد او لم اكد ان اصل المنزل، يعني لسه يا دوب ما وصلتش البيت وين ذا تليفون رانك، التليفون كان ايه رن، هي تديني معنى النفي هنا، لم اكد حتى اصل المنزل التليفون رن، اصل الجملة دي ايه؟ I had hardly arrived home. بعد الجملة ترتيبها المنطقي او اللي احنا عارفينه، I had hardly arrived home when the telephone rang، دي معناها لم اكد ان اصل المنزل حتى التليفون ايه رن، يا دوب وصلت البيت لسه يا دوب داخل او لسه ما وصلتش التليفون رن، عقبال ما وصلت كان التليفون ايه رن، بالظبط كده، كنت لسه ما وصلتش البيت والتليفون رن. تمام، دي اصل الجملة اهي، I had hardly arrived home، I had hardly، hardly عارف مكانها الطبيعي بعد الفعل المساعد، لكن هنا hardly ما دام بديت بايه hardly يبقى لازم اعكس، هعكس مين الفاعل والفعل المساعد، يبقى hardly had I arrived، عملنا inversion عشان بديت بيها، نفس النظام scarcely زي hardly بالظبط ونفس المعنى، برضو barely، barely هي هي، ونو سونر نفس المعنى، كلهم معنى واحد وتركيبة واحدة، كلهم الأربعة تركيبة واحدة، هتبقى scarcely had she finished reading، لم تكد أن تنتهي من القراءة when she fell asleep حتى نامت، لسه ما خلصتش ونامت، دي معناها لم تكد أو عندما نامت، يعني ساعة ما نامت ما كانتش خلصت لسه إيه؟ قراية. بالظبط كده، حدث تم في حدث، دخلوا في بعض. أوكي؟ اللي هي she had scarcely finished reading when she fell asleep. تمام؟ Pearly نفس النظام، Pearly had they won the match when the coach had a heart attack. فازوا بالمباراة، لسه ما فازوش بالمباراة شغالين. والحكم حصل له ايه؟ او الكابتن حصل له ايه؟ heart attack، أزمة قلبية. اللي هي أصلا ايه؟ they had early. يعني احنا نجيب في الامتحان جملة معمول لها inversion وترجعوها لأصلها. هتبقى سهلة والله. خلاص اوكي ماشي. They had barely won the match when the coach had مجيبوش خالص. خلاص ماشي اوكي.
كده عرفنا بعد الكلمات ديت، يبقى بعد الكلمات ديت بيحصل inversion. تمام، بيحصل ايه؟ inversion، وبيديني معنى النفي. كل الظروف دي بتديني معنى ايه؟ النفي. بيبقى بعدها مضارع ماضي تام، ماضي ايه؟ تام. تمام، انا صح. It's new products then it went bankrupt. ايه فلست؟ حصل لها افلاس. لم يكد ان تطرح الشركة منتجها الجديد. ايه اصل الجملة ايه؟ The company had no sonar. Had no sonar، لا مش لما ابدأ بقى بنو سونار بعكس، نجيب نو سونار وبعد كده ايه؟ it went bankrupt. تمام، نو سونار الجملة اللي بعدها، نو سونار did they realize that. They had made a mistake then bankrupt. نفس الجملة اللي فوق مع اختلاف كلمات، يا دوب لسه ما عرفوش ده او الخطأ اللي عملوه او اللي وقعوا فيه، والشركة بعدها فلست. اللي هي الجملة اصلا ايه؟ they no sooner they no sooner realized. ده الماضي البسيط هنا، هنا ماضي ايه؟ بسيط. they no sooner realized that they had a mistake. تمام، والشركة ايه؟ فلست. فهنا الماضي البسيط استخدمت معاه مين؟ did. استخدمت did. Note that with، نلاحظ ان ايه مع ايه؟ مع hardly scarcely and barely، مع الثلاثة دول we use when. يبقى مع hardly بقول hardly when scarcely when barely when to connect the dots close. يبقى مع الثلاثة دول بستخدم الرابط التاني ايه؟ when. اما بقى مع sonar بستخدم then، يعني بقول no sonar في الجملة التانية ببدأ بزان، لكن scarcely when hardly when barely when وبرضه بيبقى نفس المعنى. تمام، no sooner then اهو، لكن scarcely هلاقي هنا when hardly when. اوكي يا جماعة، هنشوف هنا بقى no sooner had I opened وان دول، يا دوب لسه ايه شغلت ايه وفتحت ايه دول. هو في نوع من الروابط، يعتبر روابط اللي بتيجي ديت روابط، بس الروابط بيبقى ليها حالات خاصة. انا بجيب بقى الحالات الخاصة في الروابط، تركيبات غريبة جدا بتحصل مع الروابط، بس هي مش كل الروابط طبعا، مش كل الروابط بيحصل معاها كده، روابط معينة. علينا معاد بقى محاضرة أو محاضرتين كاملين مع الكونجنكشن الروابط. No sooner had I opened one door than I found another one nested in it. No sooner I had I، المفروض I had opened، لو هحولها بقى لأصلها بالروابط. لا لسه في روابط هناخدها قدام. نرجع بقى ل كلامنا. يبقى قلنا بعد ال الادفيرب النيجاتيف ادفيرب فريز اللي هي عندي سكيرس scarcely when scarcely when hardly when barely when، ابدأ بها الجملة بيحصل ايه؟ inversion للجملة، بجيب الفعل المساعد بعد كده الفعل. ودي بستخدمها لما اكون بتكلم في حاجة في الماضي
وحاجة تمت ورا بعضها بسرعة. اوكي، زي هنا اهو، نصنا هاد اي اوبند وان دور، نصنا هاد اي، قلت هاد في الاول، بعد كده اي تن وان دور، then I found another one nested in it. اوكي، نيجي بقى لايه الروابط التانية بتديني معنى النفي، زي نيفر دي عارفينها طبعا، نيفر لي rarely in أو under no circumstance، اللي هي معناها لا بأي حال من الأحوال، in no circumstance أو under no circumstance، دي معناها لا بأي حال من الأحوال أو لا تحت أي ظروف، in no way لا بأي حال، no way not only دي معناها ليس فقط، not only but also ليس فقط، little little لما ببدأ بقى الجملة بيبقى معناها قلما، تمام، بتديني معنى برضو ايه النفي. يبقى never rarely in no circumstance أو under no circumstance، circumstance يعني تحت أي ظروف، لا تحت أي ظروف، in no way يعني ليس بأي حال من الأحوال، not only but also ليس فقط ولكن أيضا، little قلما تديني برضو إيه معنى النفي. These structures are used mainly in formal or literary language. التركيبات دي بنستخدمها فين أساسا؟ في اللغة الفورمال الرسمية أو اللغة literary اللي هي الحرفية، for rhetorical effect، تمام؟ زي مثلا ايه لما اقول never before، ممكن اجيب before دي ممكن استخدمها كده لو شلتها، ممكن اقول never have we faced such a challenge، دي معناها لم نواجه مثل هذا التحدي، لم نواجه مثل هذا التحدي من قبل، تمام. ده اصل الجملة كان ايه، we have never faced such a challenge، we have never faced، ترتيب الجملة العادية. اوكي، يبقى لما ابدأ بنيفر بتشقلب كيان الجملة، يبقى never have we faced، never have we faced such a challenge. rarely did she understand what the conversation was about. هي نادرا ما عرفت او لم تعرف او لم تفهم ماذا كانت المحادثة، او عن ماذا كانت المحادثة، مكانتش عارفة المحادثة دي كانت عن ايه. لما ابدأ بقى rarely اهو rarely did، جبت did ليه؟ لان اساسا الفعل ده يبقى في الماضي البسيط، يبقى understood، اعمل inversion اجيب الظرف الاول لازم اجيب فعل مساعد، طب الفعل المساعد اللي هو مع الماضي البسيط بيبقى ايه؟ did، زي ما عرفنا الماضي اصل الجملة ايه؟ she rarely understood، ليه بقى understood؟ لان انا شلت ايه؟ الفعل المساعد، فلازم ارجع الفعل لاصله ماضي بسيط، تمام يا جماعة؟ دي أصل الجملة أهو، she rarely understood، مسحنا إيه؟ شيلنا did فنرجع الفعل لأصله، she rarely understood what the conversation was about، هي لم تعرف، يا rarely معناها هنا لم، بتديني معنى النفي، لم تعرف ماذا عن ماذا كانت المحادثة. little
head. Biggie, no. Where I had gone. لم يعرف أين ذهب أيل. واحد اسمه أيل لما رجعها لأصلها. بيجي didn't know، لأن هنا little بتساوي ايه؟ not. لم little بتساوي ايه؟ not. تمام؟ غريبة دي يا جماعة صح؟ ان little تساوي ايه؟ not. فعلا هي little بتدي معنى نفي في الانفيرجن، تديني معنى بمعنى النفي. تبقى little did biggie know where I'll had gone. لما اخليها بقى جملة عادية بتبقى ايه؟ biggie didn't know، biggie didn't know at all where I'll had gone. تمام؟ لم يعرف ابدا. نيجي بقى نشوف under no circumstances. under no circumstances ديت are used او are allowed to deserve the. تمام؟ جملة under no circumstance are you allowed. هنا معناها ايه؟ لم يسمح لك بأي حال من الأحوال او تحت أي ظرف من الظروف to deserve the pilots، انك تزعج الطيارين. لم يسمح لك بأي حال من الأحوال او تحت أي ظرف من الظروف أن تزعج إيه؟ الطيارين. أصل الجملة إيه؟ you are not allowed. you are not allowed to deserve. يبقى under circumstances دي بتساوي كلمة not. لما أجي أحولها بقى لأصلها بترجع لأصلها not. أو ممكن أقول you are under no circumstance allowed to deserve the pilots. ماشي يا جماعة؟ أو لا، you aren't allowed. you aren't allowed. خلي الفعل المساعد منفي. you aren't are not allowed. you are not allowed to deserve the pilots. ماشي؟ وشوف مثال كده. كان بقى نو ما دام شلت بقى ورجعت الجملة للنفي. نو اللي مع circumstance بتتحول لإني. تحول لإيه؟ لإني. هنا بقى لها شكلين الجملة. احنا قلنا هناك under no circumstance are you allowed to deserve the pilots. تمام؟ لما أجي أحولها بقى لأصلها تبقى إيه؟ you are not allowed to deserve the pilots under any circumstances. any ديت بقى، يبقى أنا بشيل لما برجع الجملة لأصلها. ما ينفعش أجيب إيه؟ اتنين نفي مع بعض. ما دام جبت نوت يبقى نو تتحول لاني. نوت تتحول ايه؟ لاني. تمام؟ زي مثلا ايه؟ I haven't got any book. I haven't got او I haven't any book. ما معيش اي كتب. زي ما بقولي I have no book. I have no book. هنا في no. لما احولها بقى النفي I haven't any book. أو I have got no book. لما اجيب فيها بقى I haven't got any book. تمام؟ لما بجيب النفي مع الفعل المساعد no ديت بقى بتبقى any. no بتبقى any. يبقى ديت you are not allowed to deserve the pilot under any circumstances. under any circumstances not حولت لاني لان انا جبت النفي هنا. you are او ممكن تبقى you are allowed to deserve the pilots under no circumstance. لما بجيبها بقى في الجمله الثانيه في نهايه الجمله ما ينفعش بقى ايه اعمل inversion. بعمل inversion لما under no circumstances ابدا بيها الجمله. تمام؟ لما بجيبها في الاخر بحولها لتركيبتها العادية اللي هي فاعل مساعد فاعل
ماشي، والجملة العادية بتاعتي، وبجيب الظرف في الآخر وبيبقى زي ما هو نوع. دي برضو معناها ايه؟ غير مسموح لك بأي حال من الأحوال أن تزعج أو تضايق الطيارين. ماشي يا جماعة؟ أوكي. On no condition. On no condition. ليس بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف. On no condition. ليس بأي حال من الأحوال أو ليس تحت أي ظرف من الظروف. Will the company bear responsibility؟ تتحمل الشركة المسؤولية for lost property. ماشي، لما اجي ارجعها بقى تبقى the company will bear responsibility for lost properties on no condition. on no a condition. ماشي، تحت اي ظرف من الظروف او ليس تحت اي ظرف من الظروف، الشركة لن تتحمل مسؤولية ضياع المتعلقات الشخصية أو الأشياء الشخصية. المتعلقات الشخصية، صح أستاذة جودي؟ تمام. لما ترجع لأصلها بقى the company will bear أنا وهنا ما نفتش will bear على طول responsibility for lost property on no condition. دي إيه السهلة، إن أنا بجيب إيه الظرف أو النو كونديشن في الاخر وبخلي الجمله زي ما هي. The company will not bear responsibility for lost property on any condition. هنا لما بنفي الفعل بحول ايه؟ no ل any. no تتحول لايه؟ ل any. no تتحول لايه؟ تمام؟ يبقى لما يبقى الفعل مثبت بستخدم ايه؟ no. لما يبقى الفعل منفي برجع نو اللي هي مع الظرف الاني. اوكي يا جماعه، نشوف السلايد اللي بعده. Not only did he exceed the speed limit، ليس فقط او انه ليس فقط ازاد من السرعه المحدوده، but he had also consumed عاطي ايه كحول. مش بس كان ماشي بسرعه او تعدى السرعه ايه المحدده، ولكنه كان ايضا ايه ثمل او متعاطي كحول. هنا ايه نوت اولي ديد، مدام ديد يبقى نعرف ان الفعل ده اكسيد. اكسيد يعني ايه؟ زاد زود السرعه، يعني اكسيد ذا سبيد ليميت. تمام، مدام ديد يبقى اعرف لما اجي ارجع الفعل ده هيرجع يبقى ماضي بسيط. تمام، لما اجي احولها بقى he not only exceed he not only exceeded limit، هو مش بس زود او تعدى السرعة المحددة، but he had also consumed alcohol. ماشي، ممكن تبقى not only did he exceed the limit speed but he had also consumed alcohol too. يعني هي but also او but too في اخر الجملة. تمام، يعني ممكن اقول ايه but also but also، وممكن استخدم but و too في اخر الجملة. وفي كمان كلمة as well معناها ايضا، تبقى نتقول لي did he speed limit but he had consumed alcohol as well. as well بتساوي ايه too، نفس التركيبة نفس المعنى. اوكي، only if only in this way not until، كلهم معناهم في الحالة فقط، في الحالة هذه الحالة فقط. تمام، ودول برضو بنستخدمهم في الفورمال والليترالي لانجوج، الفورمال لانجوج الرسميه، وكمان اللغه ايه الحرفيه بتاعتنا، في هذه الحاله فقط.
في الحالة دي بس، تمام؟ شوف جملة كده، only after lunch. في حالة بعد العشاء فقط. Can you play؟ تقدر تلعب. Can you play؟ Can you play؟ only after lunch، بعد الغداء فقط، sorry، بعد الغداء. Can you play؟ تقدر ايه؟ تلعب. في حالة بعد الغداء فقط تلعب. لما رجعها بقى، you can play only، you can play only after lunch، only after lunch، only after finishing your homework can you play. بعد ما تخلص واجبك تقدر تلعب. بعد الانتهاء من الواجب يمكنك ان تلعب. اللي هي you can play only after finishing your homework، تقدر تلعب بس بعد ما تخلص ايه؟ الواجب. في حالة انتهائك من الواجب يمكنك ان تلعب. في شرط هنا، يعني لما خلصتش مش هتلعب. ممكن ان لم تنتهي من الواجب لا يمكن ان تلعب. برضو بتدي معنى النفي. Only after you have finished your homework can you play. اللي هي you can play after you have، تقدر تلعب عند اتمامك لواجبك. Only by guessing، بالتخمين فقط، can you solve this puzzle، تقدر تحل اللغز ده. Can solve this puzzle، you can solve this puzzle. Only by guessing، تقدر تحل اللغز ده بس عن طريق ايه؟ التخمين، او في حالة انك تخمن، تمام؟ Only if everybody agreed، لو كلنا وافقنا، في حالة كلنا بس، لو وافقنا فقط، would I accept this position، هقبل الوظيفة دي. اللي هي اصلا هتبقى ازاي؟ I would accept this position only if everybody agreed. تمام يا جماعة؟ يبقى بعد الجمل دي بيحصل ايه؟ inversion. بيحصل inversion. I would accept this position only if everybody agreed. Only in this way، في الحالة دي بس، does this machine work، هتشتغل الآلة، هتبقى ازاي؟ this machine work only in this this machine works only in this way، الآلة هتشتغل في الحالة دي بس. هبدأ بالفعل اهو. this machine، هذه الآلة. works، ليه جبت works هنا؟ هنا مضارع بسيط، حطيت does. لما اشيل does هرجع الفعل ليه؟ لأصله، بضيف له اس مع المخرج. في هذه الحالة only، only then did Jolly discovered Geoffrey's secrets. تمام؟ مين بقى هنا الفاعل؟ Jolly discovered. Jolly discovered، هرجعه بقى ليه؟ للماضي البسيط، لأن أنا هشيل did. هشيل إيه؟ did، لأن أنا جايبها عشان التحويل. Jolly discovered Geoffrey's secrets only then، في هذه الحالة فقط. Only when، only when، في حالة أن he needed some help did he call me، يقدر يكلمني. يبقى ايه؟ هترجع لأصلها، he called me. هرجع بعد he called me only when he needed help، ويقدر يكلمني في حالة بس لو كان عايز ايه؟ مساعدة. اخر جملة ديت بتعبر عن ايه؟ past habit، عادة في الماضي. كان بيكلمني بس ساعة ما يحتاج مساعدة، كان متعود يعمل يكلمه لما بيكون عايز مساعدة. في ملحوظة بقى، note، however that in the following sentences only when
refers to a specific محددة. In such a case it can be replaced by tell. ممكن بقى ايه اغيرها بنوت ان تيل، تمام؟ بس بقى نوت ان تيل لما بستخدمها بتديني معنى النفي، ولما اجي اشيلها صاحب مصلحته لما اجي اشيلها بقى برجع الفعل منفي، برجع الفعل يا جماعه منفي لان هنا في نوت. يبقى لما اجي استخدم قول لي وين مكان واحط مكانها not until، تمام؟ برجع الفعل بقى لما اجي not until برجع الفعل يبقى منفي. هنشوف مثال. only when I filled my glass، في حالة ان انا املى الازازة بتاعتي، did I know that it was broken، لما جيت ايه مليتها لاحظت انها مكسورة. هي الجملة اصلا ايه I noticed that my glass was broken، انا لاحظت ان الازازة بتاعتي مكسورة. Only when I did، only when I filled it، ساعة ما مليتها. أنا ما كنتش أعرف إن هي مكسورة إلا ساعة ما جيت أملاها، لم أكن أعرف أنها زجاجتي مكسورة إلا عندما مليتها، أو ممكن أترجمها لم أكن أعرف أنها مكسورة إلا عندما ملأتها. هتديني برضو معنى النفي الحاجات دي. not until I filled my glass، not until I filled my glass did I notice that. هنا بقى not، يبقى لما اجي ارجعها لاصلها لازم الجملة تبقى منفية. طب هنا ماضي بسيط، ماضي ايه بسيط، يبقى لازم ارجع الجملة تبقى ماضي بسيط ومنفي لان في نوت. ما كنتش عارف ان انها مكسوره الا لما ملت، دي معناها. لما ارجع بقى جمله زي كده نوت انت ماي جلاس ديد اي نوت ذات ات واز بروكن، تمام؟ هتبقى ايه اي didnt notice ذات ماي جلاس واز بروكن، لم اعرف ان زجاجتي مكسوره until I filled it، الا بعد ان ملأتها. نيجي بقى لإيه سهل جدا، partial inversion، تحويل الجزئي، in question tags، في الأسئلة المزيلة. تحويل الجزئي في الأسئلة إيه المزيلة. إيه بقى السؤال المزيل في الأول؟ السؤال المزيل ده عبارة عن إيه؟ خلاص إحنا يعني 10 دقايق كمان وهنخلص، معلش طولت عليكم، 10 دقايق وهنخلص، اوكي؟ هو فاضل حوالي 4 سلايد كمان. question tag سهل يمكن معروف، ماشي بعد اذنكم يعني، معلش انا اسف. هو الانفيرجن موضوع طويل على فكرة، ده جزء منه، في حاجات كتيرة جدا في الانفيرجن، الانفيرجن كتير. partial inversion and question tag، التحويل الجزئي بقى في الأسئلة المزيلة. السؤال المزيل هو عبارة عن إيه؟ بيبقى سؤال في آخر الجملة، بيبقى تأكيد للجملة، يعني ببدأ جملة عادية وبعد كده أنهيها بسؤال صغير. السؤال الصغير ده بعمله من إيه؟ بشوف الفعل بتاع الجملة، ماشي، وأستخدمه لو كان فعل مساعد بستخدمه، لو ما كانش في الجملة فعل مساعد بالنسبة للمضارع البسيط والماضي البسيط بستخدم do أو does أو did. question tags، الأسئلة المزيلة are placed at the end of declarative sentence. الأسئلة المزيلة ديت بتبقى في آخر إيه الجملة التصريحية أو الجملة الخبرية، and are usually used in spoken language، وبستخدمها فين؟ spoken language، اللغة إيه؟ المنطوقة اللي إحنا بنتكلمها. to keep up the flow of conversation، علشان نخلي ايه المحادثة مستمرة زي ما اخدنا في اول محاضرة في الكوميونيكيشن سكيلز، ان انا بعمل له سؤال ايه مزيل. يعني مثلا انا بقول لواحد ايه انت رحت المدرسة النهاردة، جملة عادية،
أليس كذلك؟ أيوة مش كده برضو؟ اه زي ما بقول مش كده برضو؟ مش ده صح الكلام اللي بقوله؟ هو ده السؤال ايه؟ المزين. Must often affirmative. Must often affirmative. Sentences are followed by negative tags. يبقى الجملة لو كانت مثبتة، في قواعد هنا، الجملة لو كانت مثبتة السؤال المزيل بيبقى بتاعها ايه؟ منفي. ماشي؟ And accept the answer. Yes. الإجابة بتبقى ايه؟ Yes. زي مثلا ايه؟ اه الجملة لو منفية السؤال المزيل يبقى مثبت، ولو الجملة مثبتة السؤال المزيل يبقى منفي. تمام؟ نشوف جملة كده. You are hungry. انت جعان. هنا الجملة مثبتة. Are. You are hungry. انت جعان. Aren't you؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أه aren't you؟ جملة وانهيتها في سؤال، وانهيت بإيه؟ بسؤال. سؤال أخدت الفعل المساعد بتاع الجملة هنا مثبت، وديته هنا بقى منفي، ورحت جايب إيه؟ الفعل بعدها، والإجابة بقى بتكون إيه؟ Yes I am. Yes I am. تمام؟ Negative sentences are usually followed by positive tags. الجملة بقى المنفية followed by بيجي فيها positive tags، سؤال مزيل مثبت. Except ما عدا ايه؟ The answer بتبقى no. تمام؟ يبقى السؤال لو كان منفي، سؤال مزيل لو كان منفي الإجابة تبقى مثبتة. السؤال المزيل لو كان مثبت الإجابة تبقى بنو. زي مثلا ايه؟ You can't stay longer. متقدرش تقعد ايه أكتر من كده. Can you؟ أليس كذلك؟ تقدر؟ هنا بقى ايه can't؟ منفية الجملة، استخدمت بقى can هنا إثبات. Can you؟ الإجابة بقى تبقى ايه؟ No I really can't. No, I really can't. في حاجة بقى we use rising intonation. بنستخدم بقى ايه؟ نبرة الصوت العالية in the tag. السؤال المزيل to express a real question، عشان نخليها ايه؟ سؤال حقيقي. لو علينا صوتنا يبقى كده بنسأله. يعني مثلا ايه؟ You can't stay longer. Can you؟ مش كده؟ سؤال اهو. انت مش تقدر تقعد اكتر من كده. أليس كذلك؟ مش الكلام ده صحيح؟ سؤال أهو. صحيح إنك مش تقعد قد إيه أكتر من كده؟ يعتبر سؤال لو عليت صوتي. طيب when we accept an answer، لما نيجي بقى نجاوب إيه؟ بننفي زي ما قلت. If the intonation falls، لو نبرة الصوت بقى منخفضة، we don't accept an answer، ما بنتوقعش إجابة. We don't expect an answer. But rather we just want to make sure. إحنا عايزين إيه؟ تأكيد. يبقى لو عليت صوتي يبقى أنا عايز إيه؟ إجابة للسؤال، يبقى أعتبر سؤال. أما بقى لو صوتي منخفض، لو صوتي منخفض يبقى أنا كده بأكد. أنا بتأكد من حاجة. You are hungry, aren't you؟ انت جعان صح؟ بقى صوت واطي كده عايز اتأكد. if we have if what we said was correct، عايزين نتأكد لو ولا لا، لو صوتي ايه منخفض. زي مثلا ايه؟ You are hungry aren't you؟ انت جعان اليس كذلك؟ هنا علقت ايه؟ صوتي. يبقى هنا معنى السؤال ايه؟ Are you hungry؟ انت جعان؟ هل انت جائع؟ بعد صوتي. اوكي يا جماعة، يبقى لو عليت صوتي في السؤال المزيل في اخره كده يبقى كده معناه ان انا بسأله. لو صوتي منخفض معناه ان انا ايه؟ بتأكد من معلوماتي، بتأكد من الحاجة اللي انا بقولها، وبيبقى فيه inversion.
inversion. Aren't you؟ هي المفروض هي you aren't. هنا aren't you؟ اه مستني اجابة. لما بعلي صوتي يبقى مستني ايه؟ آه بعد كده sometimes احيانا we use buzzer tags. احيانا بنستخدم بقى ايه؟ اسئلة مثبتة after affirmative sentence والجملة بتكون مثبتة to express interest عشان بنعبر عن حاجة ايه؟ اهتمام concern or to ask for information او confirmation بنسأل بقى عن ايه؟ بنطلب تأكيد. مثلا so you have inherited a mansion have you؟ have you؟ هنا interest بعبر عن اهتمام يبقى مثبت مثبت بيعبر عن اهتمام. زي مثلا ايه؟ you will travel tomorrow. بالظبط كده. انت ولست قصد قبل كده مش كده؟ زي مثلا لما اقول ايه I او you will travel tomorrow will you مش كده؟ اهتمام بقى بعبر على اللي قدامي او بأدي تعبير اللي قدامي ان انا مهتم بالموضوع ده. I must get there by 10. لازم ابقى هناك قبل الساعة 10. Must I؟ هنا ايه؟ بأكد عليه. بطلب تأكيد. انا لازم ابقى هناك قبل 10. كده صح؟ الكلام ده صح؟ زي كده. يبقى لما يبقى اثبات اثبات هنا بيعبر عن ايه؟ اهتمام او بطلب تأكيد. بطلب ايه تأكيد؟ بحب اتأكد. تمام؟ ده بالنسبة للجملة. بالنسبة ليه للجملة؟ طيب افرض بقى الشخص اللي قدامي ده في الامر imperatives الامر على فكرة سهل جدا. الامر سهل ايه؟ بستخدم will you. استخدم ايه؟ will you. تمام يا جماعة؟ هو بيبقى مش تهديد، بيبقى زي طلب، بيبقى ايه؟ كطلب يعني. زي مثلا ايه؟ shut up will you. قول له اهلي اسكت. ممكن بيبقى ايه؟ طلب، بس طلب زي ما بقول كده، طلب ايه وانا مخنوق منه. الشخص كده بكون مخنوق منه. ممكن تسكت؟ ممكن ايه تخلص خالص؟ ممكن يعني حاجه زي كده. زي ما بقول طلب صارم. لما اقول لواحد مثلا بقى don't speak like that will you، متكلمش كده تاني، ممكن حاجة زي كده. بنقولها بالعربي كده. تمام؟ يبقى الأمر لو كان مثبت بستخدم will you. طب لما أقول لواحد مثلا إيه open the door will you، يبقى ده أمر صارم. لا ده يبقى طلب. على حسب بقى إيه الكلام بتاعي أنا يعني، مش تحت شرط يكون إيه. بيبقى رجاء. افتح الباب ممكن بعد اذنك. تمام؟ give me your book will you، اديني كتابك ممكن لو سمحت. حسب نبرة الصوت في حسب الانتونيشن. التعبير بيبقى حسب الانتونيشن في السؤال المزين. نبرة صوتي بتعبر عن ايه اللي انا بقوله. طيب افرض كان اقتراح مثلا let's، كلمة let's لما اقول لواحد ايه let's go to school هو خلاص هو فاضل 3 سلايدز ولا ده 27 فاضل 28 و29 حوالي 5 دقايق كده 10 دقايق بالكتير. معلش انا اسف طولت عليكم النهارده. ان شاء الله مش هنكمل كده يعني خلاص قرب. مثلا let's dance هي بينا ايه؟ خايفين تنسوا؟ لا ان شاء الله مفيش نسيان.
Let's dance, shall we? يلا بينا نرقص. يلا. Let's go to the club. يلا نروح النادي. Shall we? يلا بينا. تراح اهو. زي ما نقول اهو. ايه رأيك؟ هيا بينا نذهب الى النادي. مش يلا بينا؟ هيا بينا. يبقى لما يبقى اقتراح بكلمة let's، تمام، بستخدم shall we مع الطلب امر او نفي. الامر المنفي والمثبت بيبقى will you. will you يبقى حسب نبرة الكلام بقى. لو تهديد بعلي صوتي، لو طلب بتكلم بصوت ايه؟ منخفض. نيجي بقى ل everybody، somebody، nobody، anybody. لما ببدأ بيهم الجملة بيبقى شكلهم ازاي؟ everybody، تمام، ديت مثبتة. مادام بدينا ب everybody يبقى الجملة مثبتة. اذا السؤال المزايل هيبقى ايه؟ منفي. مادام الجملة مثبتة السؤال المزايل يبقى منفي. everybody likes her، الجميع بيحبها، كله بيحبها. don't they، أليس كذلك؟ و everybody بتبقى they. everybody بتبقى they. لما بحولها لضمير لازم يبقى ضمير هنا، لازم في السؤال المزايل استخدم ضمير، مينفعش استخدم اسم، لازم يبقى ضمير فاعل. everybody تحول ل they، وهنا everybody بتديني الجملة بتبقى مثبتة. إذا السؤال المزايل يبقى منفي. هنا مضارع بسيط، بستخدم مين؟ don't، لأن هنا بستخدم إيه؟ they. everybody likes her. question tags، السؤال المزيل اللي هو السؤال بيبقى في آخر الجملة، سؤال تأكيدي كده. طيب هنا everybody، شوف nobody، nobody knew the answer، عارف إيه الإجابة؟ هنا nobody تديني معنى النفي في الجملة، يبقى السؤال المزيل هيكون إيه؟ مثبت. بالظبط كده، nobody بتديني معنى النفي يبقى السؤال المزيل يكون مثبت. everybody knew the answer. did they، هنا did ليه؟ لأن فعل new ماضي، فعل new يبقى ماضي. did they، negative statement with positive tag، جملة منفية بسؤال مثبت. anybody could do that، هنا anybody إثبات، anybody إيه؟ إثبات. could do that، anybody could do that. couldn't they، couldn't they يبقى anybody بتديني معنى الإثبات في الجملة، السؤال المزيل لازم يبقى إيه؟ منفي. couldn't they، تمام. وبرضه nobody و anybody لما بحولهم لضمير فاعل بيبقوا زي they. somebody، somebody بتديني اثبات، somebody بتديني ايه؟ اثبات. يبقى السؤال المزيل هيبقى ايه؟ منفي. somebody should do something about this، لازم حد يعمل حاجة ايه بخصوص ده. shouldn't they، shouldn't they، ان نفيت السؤال المزعج. اوكي. everything، something، nothing، anything، زي everybody، somebody، nobody، anybody، بالظبط كده زيهم. بس الفرق هنا ان دول بحولهم لإيه؟ ضمير الفاعل it، والقواعد اللي مشيت على اللي هناك بتمشي على ديت، ما عدا ايه؟ الضمير، دول بيتحولوا ل it. زي مثلا nothing could deserve her، مفيش حد يقدر يزعجها. هنا بقى ادتني ايه الجملة هنا ب nothing، يبقى هنا منفية، بس السؤال المزيل هيكون مثبت. nothing could deserve her. could it؟ اوكي، ان شاء الله هرفعها بعد ما اخلص المحاضرة، ان شاء الله الماتيريال هرفعها بعد ما اخلص المحاضرة مباشرة بإذن الله، تحت أمركم. نيجي بقى ايه لـ aren't I. عندي I am
في السؤال المزين بتبقى aren't، I am تبقى aren't I. على الجروب اه، لا تحت امر حضرتك، هبعتها على الجروب. الدعم الفني هيرفع لكم الجروب دلوقتي، انا هرفعه عليه. عندي بقى aren't I، aren't I بتبقى في الجملة I am، I am لما بتبقى I am late، aren't I أنا متأخر، أليس كذلك؟ I am late، aren't I، تمام؟ عندي بقى إيه؟ there is و there are، there is و there are، تمام؟ هنا بقى سهلين جدا، there is بتبقى ايه؟ لما تبقى there is تبقى isn't there، و there are تبقى aren't there. ربنا يبارك فيكم. there is something you want to say، في حاجة isn't there، there is بقت ايه؟ isn't there، عملت تحويل اهو، isn't there. they weren't any، they weren't any، there weren't any policemen، مفيش أي إيه، مكانش فيه أي رجال شرطة at the demonstration، demonstration يعني المظاهرة. هنا بقى منفية، there weren't تبقى were there، were there برجعها بقى في السؤال المزاد تبقى مثبتة وبعكس، were there أليس كذلك؟ أوكي كده في السؤال المزيل؟ يبقى I am تتحول ل aren't I. طب في جملة بقى لو كانت I am not، I am not late، أو في حالة I am الجملة بتبقى منفية بترجع ل am I. أنا هقولها لكم ديت، يبقى احنا قلنا لو I am مثبتة تبقى aren't I، يبقى am I يعني الجملة ديت اللي هي I am late. في الحالة دي يا جماعة I'm تتحول ل aren't، aren't I، تمام؟ طب لو كانت I'm في I'm not late هتبقى ازاي؟ هتبقى am I. شفتوا بقى الحاجة الغريبة ديت؟ حاجة غريبة، قاعدة، قاعدة شاذة يا أستاذة هبة، قاعدة شاذة. إن I am في السؤال المزيل تبقى aren't I، لو كانت I am not في الجملة تمام تبقى إيه؟ am I، am I، تمام؟ ما نقدرش نقول I am not I، ما ينفعش. طبعا ال partial inversion in questions وده معروف، ده كلنا عارفينه، ده كلنا نعرفه، تمام؟ partial inversion in questions ان انا بجيب اداة الاستفهام، او لو مش هبدأ بأداة الاستفهام هبدأ بسؤال عادي بمعنى هل، سؤال مفتوح، تمام؟ بستخدم الفعل المساعد في الاول، كده كده لازم اعمل inversion، inversion. طب نشوف كده، questions are formed from affirmative، تمام؟ السؤال بيتكون من ايه؟ من affirmative جملة ايه؟ مثبتة، او declarative sentences جملة تصريحية، indicating yes الإجابة بتاعته بتكون yes أو no، also called positive sentences، زي مثلا جملة زي كده John likes squash a lot، جون بيحب ليه سكواش كثيرا. sentences with partial inversion، تمام؟ نشوف مثال، here comes the sun، here comes the sun، تمام؟ من هنا تأتي الشمس، ده في صيغة ايه؟ سؤال. طيب لما بحب ايه؟
auxiliary or a helping verb used with main verbs to express mood. بستخدم هنا برضو ايه فعل مساعد عشان يبين لي ايه الفويس and الفويس بتاع الزمن and tense. لو بيجي كتير لو المعروف زي where do you where do you work اين تعمل او where do you work معروف اللي هو الاستفهام احنا خدناه في الازمنة عشان كده مش هطول عليكم هنا. I can't stand when I am disturbed. هنا اي كان كان ام فيه فعلين مساعدين subject person الفعل ايه هنا subject بيبقى person or thing that performs the action of a verb or that described by verb. هنا الفعل الفاعل ماشي جه في الاول. طب لما نشوفها مش فاهمة اساسا. لا السؤال ده انا شرحته قبل كده. الاسئلة انا شرحتها في الازمنة يعني هي حاجة طبيعية معروفة. حاجة ايه طبيعية؟ طب انا هبدأ من جديد. احنا بنقول هنا ثواني here comes the sun بالظبط. ده بالنسبة لتكوين السؤال او لما بتبقى الجملة فيها inversion على شكل سؤال على شكل ايه سؤال. تمام here comes the sun. هنا بقى استخدمت ايه فعل مساعد helping verb used with the main verb to express mood voice. تمام زي مثلا I can't stand when am I when I am. شفت بقى هنا أداة الاستفهام does the sun أيوة come here. هي تبقى here does the sun come here بقى في الأول here does the sun come. يبقى أنا ممكن أستخدم إيه فعل مساعد بس هي مش سؤال بس لازم أجيب here في الأول لازم أجيب here في الأول. يبقى here does the sun come here does here does here does أيوة علشان خبرية مش سؤال بتبقى تأكيدية. or thing that performs the action of verb أو حاجة مثلا إيه الفعل or that is described by verb أو حاجة بتوصف فعل. طب نشوف في جملة هنا Andy has never been to Bironi. طب لو عايز أعمل لها inversion هتبقى إيه never and never Andy never has Andy بقى never has Andy been to Bironi. Andy هنا ويجي بعدها الفعل هنا Andy والفعل ماشي a part of speech بيعبر عن ايه عن حالة هنا جملة ايه عادية. طيب نشوف هنا John seldom plays tennis. لما احولها بقى تبقى ايه seldom does seldom does John play tennis seldom does John play tennis. اوكي طيب نشوفها هنا في الاستفهام. الاستفهام بقى بتبقى ازاي could you tell me the way to the station. طب لو عايز اعملها بقى هنا هنا صيغة سؤال عملت inversion كصيغة ايه سؤال. طب لو عايز اعملها جملة تأكيدية هتبقى ازاي تبقى ازاي يا جماعة. هبدأ بمين
أبدأ بالظرف. فين الظرف؟ أيوة، the way to the station. Could you tell me? Could you tell me? Okay. لكن لما بقى سؤال، ببدأ بفعل مساعد. Could you tell me the way to the station؟ لو عايز أعملها جملة تأكيدية، the way to the station. Could you tell me? Have you been here for long? هل أنت هنا من وقت طويل؟ وأنا عايز أعملها جملة تأكيدية. Here, have you been for long? أنت هنا بقالك وقت طويل. لا، هتبقى here. هتبقى here. Have you been for long? Here, have you been for long? بالظبط. Where are you staying? Where are you staying? هنا ما ينفعش أعمل inversion، لأن فيه علة استفهام. هنا إيه؟ مسكني بآلة الاستفهام. أنا ما ينفعش أعمل إيه؟ conversion. تمام؟ نيجي بقى لآخر حاجة. partial inversion with as. So neither nor، وبعد كده بيجي بعدها auxiliary verb، الفعل المساعد، بعد كده ايه الفعل عبارة عن agreement، ما فيه آلات استفهام بالظبط، ما فيش inversion، لأن هي خلاص بقت سؤال، ما ينفعش تحول لجملة تأكيدية، لأن هي أصلا استفهام. ما دام فيه استفهام بقى خلاص مسكني من ايدي اللي بتوجعني، ما ينفعش أأكد على ايه، أأكد على سؤال، هأكد على ما ينفعش. نيجي بقى لما نبدأ بأز أو سو أو نايزر، بيجي بعدهم ايه؟ اكزوليري، فعل مساعد، وبعد كده الفاعل. بص، هالي بيرتون، واحد اسمه هالي بيرتون supported the presidents combined. دعم ايه؟ حملة الرئيس. as did all the other big companies of corporate America. تمام؟ احنا نشوف الجملة. طيب اسهل، هنا دعمه حملة الرئيس زي ما ايه؟ شركات امريكا. يبقى الشخص ده دعم الشخص ده زي ما الناس ديت عملت، زي مثلا ايه؟ مثلا اقول I played football as did Ali، زي مين؟ علي. او كذلك علي. I played football as did Ali. I love Icelandic films. بحب ايه؟ الافلام الايسلندية. Really? So do I. So do I. هنا as did والفعل، هنا so do I وكذلك انا. So do I. علشان اوافق على كلام واحد قال، يعني واحد قال لي I like playing tennis. I like playing tennis. مفيش صوت عند كل يا جماعة؟ في صوت. تمام. I like playing tennis. هتبقى مثلا وانا عايز اوافق واقول له وانا كمان، يبقى so do I، وانا ايضا وكذلك انا. So do I. تمام. جورج كان eat 50 eggs in an hour. جون يقدر ياكل 50 بيضة في الساعة. So can my brother، وكذلك أخي أيضا. So can my brother. So can my brother.
وكذلك أخي أيضا. هي أصلا إيه لو هرجعها؟ My brother can so، أخويا يقدر كده يعمل كده برضه. So can my brother، وكذلك أخي. صحته سعداء. 50 بيضة. I'm not going to end this party tonight. أنا لم أذهب إلى أنا لم أذهب إلى إيه؟ حفلة أندي هذه الليلة. أنا مش هروح بقى. عايز أقول وأنا كمان مش رايح، أو ولا فلان ده مش رايح. هقول نور أو نايزر. دي بيديني معنى النفي بقى. نور إيه سوزان؟ ولا سوزان التانية. نايزر إيه سوزان؟ ولا إيه سوزان. تمام، يبقى في النفي بستخدم نايزر أو نور. مثلا إيه؟ I didn't go to school. I didn't go to school yesterday. أنا ما رحتش المدرسة إمبارح. أنت عايز تقول بقى ولا أنا، يبقى إيه؟ نايزر did I. نايزر بستخدم إيه؟ نايزر أو نور. My family have never been on a holiday abroad. عائلتي ما راحتش ايه رحلة في الخارج. Nor have mine. ولا عائلتي انا التاني. Nor have mine. Nor have mine. ملحوظة، if we express an opposing view، لو بنعبر عن فكرة مضادة او رأي مضاد، there is no ما بيبقاش فيه ايه فكرة ايه مضادة، فيه نفي، لان نايزر ونور بيدوني معي معنى النفي. Icelandic film. Really I don't. Really I don't. هنا ما استخدمتش نايزر، بس استخدمت ايه don't. لكن لو هستخدم نايزر لازم استخدم ايه، اعمل inversion والجملة تبقى مثبتة. هنا اهو نايزر ايه سوزان. طب لو عايز استخدمها من غير نايزر تبقى ايه؟ سوزان isn't. سوزان isn't. اوكي يا جماعة، وبكده الحمد لله نكون خلصنا الانفيرجن. انا اسف جدا طولت عليكم. هو الانفيرجن كده طويل جدا، وعلى فكرة دي حاجات، بس في حاجات تانية كتير في الانفيرجن، بس انا جبت الحاجات اللي هي ايه منتشرة ومعروفة، ده بالنسبة لي يعني. لا انا تحت امركم. انا اسف ان انا طولت عليكم، خصوصا في دي التسجيل، يعني الساعة 12:30 عندنا هنا في مصر. ربنا يبارك فيكم جميعا. ان شاء الله الماتيريال هرفعه دلوقتي حالا. تمام، ربنا يبارك فيكم واشكركم على، واشكر السادة الحضور، ويا رب تكون المحاضرة ايه مفيدة وتكونوا استمتعتوا معايا. نتقابل بكرة ان شاء الله في محاضرة الترجمة، ان شاء الله ما حصلتش ظروف بقى، الكهرباء قطعت ولا حاجة، في واجب. هو انا ممكن اعمل لكم واجب في الانفيرجن. ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب استاذنكم بقى عشان الوقت اتاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحوا على خير، ونتقابل بكرة إن شاء الله على خير. يلا بقى، see you later. السلام عليكم ورحمة الله.